حاجه، مش هنقول مبروك للكاس، عايزين نطمن على صحه كابتن محمد. والله الحمد لله رب العالمين. اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي، الحمد لله انا كويس الحمد لله. يمكن خطا حتى في ال 18 هناك، يعني خبطت في دماغي من ورا فاثرت عليا، يمكن لما جريت سبرنت وكملت في الحته دي فوقعت وما قدرتش اكمل، يعني حسيت بدوخان شويه، بس الحمد لله بعد كده عادي فوقت الحمد لله. الف سلامه عليك يا كابتن محمد، ان شاء الله الاجازه اللي جايه هتقضيها فين؟ والله باذن الله مع البيت بقى، يمكن انا بقالي كتير ما روحتش الفيوم فاروح اقضيه مع العيله وبيتنا وبلدي وكده، وان شاء الله خير يعني باذن الله. طب تهدي الكاس يا كابتن محمد؟ والله اولا يعني لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي جاي يشجع وبيقعد جنبنا في كل بطوله. بعد كده بهديه لوالدتي ووالدي واخواتي ومدربي اللي هو في الفيوم كابتن محمود البناوي، وبهديه للمصريين كلهم الحمد لله الاهلاويه. الف مبروك يا كابتن محمد. الله يبارك فيك.